كيكه بالنسكافيه والكروكون، دي حلوه جدا جدا جباره يعني. المقادير بتاعتها، مقادير الكيكه نفسها الاول، الكيكه بتاعتي هستعمل 3 بيضات، كوبايه سكر، 3 ارباع كوبايه زيت، كوبايه لبن حليب، معلقه صغيره فانيليا، و 3 معالق صغيره نسكافيه باودر، وهستعمل كوبايه ونص دقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر. من تاني الكيكه نفسها، 3 بيضات، كوبايه سكر، 3 ارباع كوبايه زيت، كوبايه لبن، معلقه صغيره فانيليا او كيس فانيليا، 3 معالق صغيره نسكافيه باودر بس يكونوا مليانين، وكوبايه ونص دقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر. ده للكيكه نفسها. هاجي السيرب اللي انا هسقيها بيه، اللي هو زي شربات عندنا بس انا هزود له نسكافيه باودر وزبده. كل كوبايه ونص سكر هحط لها كوبايه ميه، وطبعا عصير نص ليمونه. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انا هاخد من السيرب كوبايه، انا بقول لك مقدار كوبايه ونص سكر وكوبايه ميه، بس انت هتاخدي منه كوبايه من السيرب، مجرد كوبايه، عشان ما تبقاش الكيكه سكرها كتير وما تبقاش متسقيه كتير قوي زياده عن اللزوم. الكوبايه السيرب دي اهي انا هدفيها وهحط فيها معلقه الزبده، وهحط فيها معلقتين النسكافيه الباودر. هغطي الوش بعلبه قشطه، وهعمل له كروكون من كوبايه سكر ونص كوبايه لوز. طبعا احنا عملنا الكروكون 100 مره من قبل كده اهو، فانا مش عاملاه النهارده. انت بتحرقي السكر مع اللوز، تقلبيهم وبعدين بتفرديهم في صينيه مدونه وبتكسريه، بيبقى بالشكل ده في الاخر عندك. خلاص، فهقول تاني السيرب، انا هستعمل كوبايه سيرب، زق شربات الكنافه، اي شربات، اي سيرب عندك هتزودي فيه معلقتين نسكافيه بودره ومعلقه كبيره زبده، وهتجيبي للوش علبه قشطه حوالي 200 جرام مثلا. لو انت عندك قشطه عاديه بتاعت اللبن مفيش مشكله، بس بقى لازم تعملي ايه، تضربيها في الخلاط شويه عشان تبقى طريه وتعرفي تدهنيها. والكروكون هنعمله من كوبايه سكر ونص كوبايه لوز ني. خلاص، انا بدفي السيرب وبحط فيه الزبده، معلقه كبيره زبده، والنسكافيه. يا وفاء، ازيك يا مدام ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك حبيبتي؟ تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها. ميرسي والله. ميرسي يا قمر، تسلميلي يا رب. بس يا حبيبه قلبي، عايزه بس النهارده ضروري تنزلي لي مقادير تورته الشوكولاته بالبندق، عشان انا كان النور اتقطع وما شفتش المقادير. من عينيا الاثنين هنزلها لك النهارده، من عينيا الاثنين. الله يخليكي. بصوا اهو، ده انا سخنته بس ما بخليهوش بقى يغلي، علشان برضو ايه ما يبوشليش الكيكه، وهي الزبده هتسيح فيه، هسيبها تسيح وابتدي اعمل الكيكه بتاعتي. هضرب البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، البيض، وادي السكر والفانيليا، هضربهم وهحط معاهم النسكافيه الباودر، بضربهم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكيكه دي بتبقى هشه كده ومويست وحلوه، وبعدين فيها ميزه انها تاني يوم بتبقى احلى واحلى. يعني انا مثلا ممكن اسقيها بالسيرب واخليها لتاني يوم في الثلاجه، وبعدين قبل ما اقدمها احط لها القشطه والكركم، بتبقى حلوه قوي يعني، وهي ساقعه برده بتبقى حلوه جدا. بعد كده اهو بصوا، هحط بقى اللبن والزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اللبن وادي الزيت، اللبن اللي هو الحليب، وادي بيكنج باودر، واخر حاجه هحطها الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، واروح مقلبه. القالب بتاعي لازم ادهنه وابطنه بالدقيق، علشان الكيكه زي ما قلنا مويست طريه، فلازم ابطنه بالدقيق عشان ما تلزقش معايا. فالقالب بتاعي انا دهناه بزيت، مع ان هو اصلا المفروض ما بيلزقش، دهناه بالزيت ومبطناه بالدقيق علشان ما تلزقش معايا الكيكه وتطلع سليمه وحلوه. خلاص، ادي القالب بتاعي، ادي اتضربت خلاص معايا. الكيكه دي بتاخد في الفرن نص ساعه بس، مش اكتر من كده، نص ساعه على 180، وهتلاقوها خلاص بقت حلوه وزي الفل. عايزين نصبها، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي تحطها لنا لو سمحتي الفرن يا احمد. يبقى انا بحطها على 180 لمده نص ساعه،
وبعد كده اهو بطلعها بسيبها تبرد، تبرد تماما قبل ما اعمل اي حاجه فيها. بيبقى عندي شكلها كده اهو. انا هحتاج اديني الصينيه دي مثلا، وعايزه سكينه. هنعمل ايه؟ نبتدي نشقها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو نصين. يا هيام، مدام هيام، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا حبيبه قلبي. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. ازيك يا مدام ايه؟ الحمد لله يا قمر، كله تمام. الله يخليك يا حبيبه قلبي. الله يخليك، دايما منوره قناه الحياه. وسلم ايدك يا حبيبتي. وايديك يا حبيبتي، تسلمي. ربنا يكرمك يا حبيبتي ويخلي صاحب بيتك يا رب. الله يخليكي. ميرسي يا حبيبه قلبي. ميرسي يا قمر، عينيا ليكي. الله يكرمك، ينور عينيكي ويديكي الصحه ربنا. الله يخليكي يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. تسلمي. لو سمحتي مدام ايه، عينيا، في بسكوتات. تسلمي لي يا حبيبتي، بسكوتات مملحه. يا ريت يا ريت حبيبتي، يعني عايزه بسكوت دخله جبن. عملناه امبارح، انت فاتتك حلقه امبارح. احنا عملنا امبارح. لا معلش، بالجبن. كنت مش في البيت. عيني هقولها لك. ميرسي يا حبيبه قلبي، وسلم ايدك. وايدك يا حبيبتي. ويا ريت العجينه الجميله دي، ما شاء الله عليكي. الله يخليكي. من عينيا الاثنين. من عينيا يا حبيبتي. العفو. كده اهو انا قسمت الكيكه نصين، هسقيها بالسيرب اللي انا حاطه فيه الزبده وايه والنسكافيه. خلاص بس ما خلياش يعني اوفرلود، بحيث ان هي تبقى تتقطع معايا. لا، وزي ما قلت لك انت لو سقتيها وحطيتيها في الثلاجه هتطلع كمان تحفه. ادي النص التاني. طبعا ريحه النسكافيه وطعمه مع الكروكون واللوز مش عايزه اقول لكم بيبقى ازاي. لو انت بتحبيها مسكره قوي ممكن القشطه اللي انا هحطها على الوش اخلط معاها معلقه عسل ابيض. يعني اللي يحب يحط معلقه عسل ابيض مع علبه القشطه او مع القشطه بتاعه اللبن. احنا قلنا حوالي 200 جرام. ممكن تضربيها في الخلاط علشان تبقى طريه، وبعد كده اهو تحطي معاها معلقه عسل. انا هحط شويه كروكون جوه. مدام فاطمه. مدام ايه مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ ازيك يا مدام ايه، كنا قلقانين عليكي قوي يوم الجمعه. الله يخليكي. ازاي صحتك؟ الجمعه ما كانش في حد في مود خالص ان هو يشتغل بصراحه من اللي حصل. ربنا يديك الصحه يا مدام. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. واحنا متشكرين لقناه الحياه اللي هي جايبه احسن شيف في الدنيا. الله يخليكي، من ذوقك والله. تسلمي يا رب. مدام ايه، من فضلك الجلاش اللي عملتيه امبارح. حضرتك عملتيه اللي هو الرول ده، ممكن اعمله لايرز؟ ممكن تعمليه عادي. لفه جراش تتقسم على اتنين، وكل طبقتين تحطي بينهم برضو اللي هو الزيت باللبن بالبيض عادي جدا. طيب والسبانخ يا مدام ايه، ما عصروش؟ هينزل الميه بتاعته؟ لا خالص، جربيه ولا تعصريه. هو السبانخ فريش، اصل هو مش مستوي فما فيهوش ميه. ما تعصريهوش، جربيها على ضمانتي. بصي يعني احنا بنعملها على طول زي الفل كده اهو. وهاجي بقى احط الرقه الثانيه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي احطها. وبعدين هعمل ايه؟ هجيب القشطه، علبه القشطه الاسباتشولا اهي، واروح. بس انا عايزه اهي تتحط كويس. هدهنها بيها دهنه بسيطه، وزي ما قلت لك انت لو عايزه تحطي عليها عسل كمان ممكن. هدهنها بيها وهحط عليها الكروكون بلوز. بصوا هي بسيطه جدا بس صدقوني طعمها ملوش حل. يعني اي حد بياكلها عندي بيتجنن على طعمها، حلوه قوي. حطيها في الثلاجه بقى 4-5 ساعات كده وقدميها. مش هقول لك بقى طعمها ايه. لو عايز تطلع فاصل يا اسامه، انا ممكن اطلع فاصل وانا بعملها. عايز تستنى ممكن. طب احنا هنطلع فاصل، انا هحط عليها القشطه وهحط عليها الكروكون واللوز